السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا كنوز القرآن. في البداية أحب أرحب طبعا بزميلتي أستاذة شيماء. أهلا بك أستاذة شيماء. أهلا بك يا أستاذ ناصر. أحب أرحب طبعا بكل السادة المشاهدين وأرحب بضيف حلقتنا الأستاذ حسين حماد. أهلا بك يا أستاذ حسين. أهلا بحضرتك. في البداية طبعا أستاذ حسين، احنا النهاردة عندنا كنز من كنوز القرآن وهو الحسنات يذهبن السيئات. حابين ان احنا نعرف الآيات الخاصة بهذا الكنز ونغوص فيها بقى بكلمات عابرة من حضرتك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. صلى اللهم وسلم وبارك على هذا النبي العربي الأمين. ثم أما بعد، بالنسبة لآية اليوم التي هي مدار الحديث والتي يكمن فيها كنز اليوم، هي قول الله تبارك وتعالى من سورة هود بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. هذه الآية التي تملأ بين جنباتها بشرى لكل مؤمن قد أفرط على نفسه بالسيئات بأن باب التوبة مفتوح وباب المغفرة مفتوح، فالله عز وجل يسهل له من الأمور ما يكفر بها هذه السيئات وهذه الذنوب بالحسنات. فالله عز وجل يقول: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. وطرف النهار هو صلاة الفجر وصلاة العصر أو المغرب، والزلف من الليل المغرب والعشاء أو العشاء. إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. يعني هل الحسنات والأعمال الصالحة هي التي بتغفر الذنوب؟ نعم، الحسنات والأعمال الصالحة هي نوع من أنواع الأشياء والأمور التي تغفر الذنوب، شأنها شأن التوبة وشأن الاستغفار وشأن البلايا والمحن التي يتعرض لها الإنسان. فالحسنات نوع من مغفرات الذنوب من أنواع كثيرة ذكرت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرتك تحدثت عن الصلاة. نعم. هل هناك أعمال غير الصلاة تكفر الذنوب؟ نعم، هناك أعمال كثيرة غير الصلاة تكفر الذنوب، والمعنى واضح جدا من الآية التي ذكرناها من قبل، وهي قول الله تبارك وتعالى: إن الحسنات، فكل ما هو حسنة، كل ما هو عبادة، كل ما هو قربة إلى الله تبارك وتعالى، كل ما هو عمل صالح فهو يكفر الذنوب. فهناك الصلاة على رأسها، وهناك الزكاة، وهناك الصيام، وهناك ذكر الله تبارك وتعالى وتلاوة القرآن، وهناك الأذان، وهناك صلاة الليل، وهناك دعاء الإنسان لأخيه بظاهر الغيب. كل الأعمال الصالحة بلا استثناء تكفر الذنوب، وكل ما يطلق عليه حسنة تمحو السيئات كما بين أو كما ذكر في عموم الآية: إن الحسنات يذهبن السيئات. وعلى كل حسنة آية أو حديث، بل آيات وأحاديث تؤكد هذه المعاني. فلو تطوفنا قليلا وبينا مثلا الصلاة في كيفية تكفيرها للذنوب، لوجدنا أن سبب نزول هذه الآية كما ذكر الإمام البخاري في صحيحه أن رجلا صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن
ذهب إليه قبل الصلاة فقال يا رسول الله يا رسول الله أتيت أمرا شديدا أو أصبت حدا؟ فقال وقعت على امرأة فيما دون الزنا. فقال هيا إلى الصلاة. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة أعاد عليه الرجل قوله فقال له صلى الله عليه وسلم أصليت معنا؟ قال نعم. قال قد غفر الله عز وجل لك. وهذا دليل على أن الصلاة تغفر الذنوب. هناك أحاديث أخرى بين فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، كما في قوله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان أي بصلاة الليل إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومنها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطهارة والوضوء في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة تلو الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط. وأما عن الصيام فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن. وأما عن ذكر الله تبارك وتعالى ففيها قول الله تبارك وتعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هل هناك ذنوب يعني لا تغفرها الحسنات؟ نعم أختي الفاضلة، هناك ذنوب لا تغفر بمجرد قيام الإنسان بالحسنات، لأن الله عز وجل بيّن أن هناك ذنوب تتعلق بحقوق الناس وبحقوق الآدميين، فهذه الذنوب لا يمكن أن تمحى إلا بحقها. وهناك ذنوب تتعلق بالحدود الإسلامية كالقتل يتعلق به القصاص، وكالزنا يتعلق به الحد، وكحد البغاة، وكحد القتل، وكباقي الحدود الإسلامية التي ينبغي على صاحبها فوق أن يأتي بالحسنات أن يقوم بكفاراتها بأداء تلك الحقوق. وقد بين الله عز وجل ذلك في القرآن الكريم واضحا في قوله تبارك وتعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. يعني إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. يعني إن تجتنبوا الكبائر التي تستلزم الحدود أو تستوجب الحقوق نكفر عنكم السيئات البسيطة أو القليلة أو السيئات التي من شأنها أن تغفر بالحسنات. في بعض الأحاديث بيقال فيها رواه البخاري ومتفق عليه وأقاويل كتير جدا طبعا تخص الأحاديث، فالمشاهد بيبقى عنده يعني استفسارات في الجزء ده بالذات، انه مش فاهم الحاجات دي بالظبط بتعبر عن ايه وبتتكلم رواه البخاري متفق عليه. عايزين نفهم الحته دي وعايزين نوضح فيها للمشاهد اجزاء كبيره ان شاء الله. نعم سيدي، رواه البخاري وغيرها من قول المتحدث او القارئ حينما يرى متفق عليه او حديث صحيح او حديث حسن أو نرى وصفا للحديث كغير هذا أو رواه مسلم، هذه كلها مصطلحات حديثية. والبخاري هو عالم من علماء السنة، روى أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكتابه يعتبر من كتب الصحاح، فالأحاديث في روايتها مقسمة إلى أنواع في حسب روايتها. فالإمام البخاري اهتم بالصحيح من الحديث فقط، فلذلك
سمي كتابه بصحيح البخاري، والبخاري والإمام محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم البخاري نسبة إلى بخارى بلدة من البلدان. وهذا الرجل من مواليد القرن الثاني الهجري روى كتابه، هذا عن رواه البخاري، روى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب سماه صحيح البخاري، يعني صحيح أحاديث البخاري اللي هو الصحيح المسند كتاب البخاري. أما كلمة متفق عليه هو مصطلح حديثي يطلق على الحديث الذي اتفق على روايته الإمامان الجليلان البخاري والإمام مسلم. يعني إذا اتفق الإمام البخاري والإمام مسلم على رواية حديث واحد سمي هذا الحديث متفق عليه، أي من الإمامين العظيمين الإمام البخاري ومسلم، وكلاهما وكتابهما كتاب الصحيح، هذا صحيح البخاري وهذا صحيح مسلم، لأنهما اقتصرا على الصحيح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسنت شيخنا الفاضل. أحسن الله. محتاجين نعرف ما هي أفضل الحسنات؟ أفضل الحسنات وأفضل الأعمال قاطبة نعلم أنها الصلاة، فخير الأعمال وأفضلها الصلاة، وكل ما أدى إلى الصلاة من وضوء وذكر وغير ذلك من الأعمال التي يتقرب بها المسلم إلى الله تبارك وتعالى. وكما ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين، وكما ورد أيضا أن الإنسان أول ما يحاسب عليه عند الله أو أمام الله عز وجل الصلاة، فهي أفضل وأعظم الحسنات. ولكن أفضل الحسنات إذا وصفناها وصفا آخر نقول أنها ما كانت خالصة من القلب صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل ما كان خالصا صوابا فهو حسن يتقبله الله تبارك وتعالى. جزاك الله خير. ما هي أنواع الحسنات يا أستاذنا الفاضل؟ قلنا سابقا أن الحسنات هي كل ما يتقرب به المسلم إلى الله كالصلاة والزكاة والصيام والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإكرام الجار والصدق والأمانة، كل ما أمر الله عز وجل بإتيانه فهو حسنة، وكل ما نهى الله عز وجل عنه وزجر فاعله فهو سيئ. فالحسن ما أمر الله به أو أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم وأمر بفعله أو ما زجر عن تركه هذا حسن، وأما ما نهى عنه فهو سيئة أو ما زجر فاعله فهو سيئة. أحسنت يا شيخ. لماذا قال الله عز وجل إن الحسنات يذهبن السيئات ولم يقل الذنوب؟ فهل هناك فرق بين الذنوب والحسنات؟ نعم، هناك فرق بين الذنوب والسيئات، لأن الفرق طبيعي أن يوجد بين الذنوب والحسنات، لأن الذنب ضد الحسنة. أما هناك ترادف بين الذنب والسيئة، وقد ورد كلا اللفظين في القرآن الكريم، فإذا ورد أحدهما مستقلا أريد به الآخر. يعني إذا ورد كلمة ذنب في آية شمل الذنب وشمل السيئة، وإذا ورد كلمة سيئة في آية شمل السيئة وشمل الذنب. ولكن علماء التفسير استنبطوا أو استقرأوا بعضا من الفروق بين الذنب وبين السيئة، منها ما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى، أن السيئة هي الذنوب الصغيرة والذنب تخص الذنوب الكبيرة أو تخص الكبائر. فإذا ذكرنا الذنب أريد بالذنب الذنوب الكبيرة أو المعاصي الكبيرة التي هي من الكبائر والتي تستلزم توبة أصيلة من الله عز وجل ليس استغفارا فقط. يعني الذنوب أكبر جرما وأشد معصية من السيئة. أما السيئة هي الذنوب الصغيرة، هذا يعني فرق من الفروق.
وقد استدلوا على ذلك بقول الله تبارك وتعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. يعني إن تجتنبوا الأمور الكبيرة التي هي ذنوب نكفر عنكم الأمور الصغيرة التي هي سيئات. ومن العلماء من قال كصاحب التحرير والتنوير أن الفرق بين الذنب والسيئة أن الذنب يخص الله تبارك وتعالى، يعني في مخالفة الأمور التي أوجب الله بها أوجبها الله بأوامر ونواهي، أما السيئة فهي في الأمور التي تخص البشر وتخص العلاقات مع الناس، فالذنوب ما كانت في حق الله والسيئات ما كانت في حق البشر. وهو إن كان يعني التفريق بينهما له وجه، إلا أن الكلمتان تحملان نفس المعنى وبينهما عموم وخصوص. طب هل سوء الخلق مع الناس ده ممكن يفسد الطاعة بتاعتنا وعبادتنا لربنا؟ نعم، سوء الخلق معول هدم لجميع الطاعات ولجميع القربات. فالإنسان بسوء خلقه يتدنى ويحبط عمله وإن كان صالحا، والإنسان بحسن خلقه يرتفع بهذا الخلق الجيد إلى درجة الصائم والقائم كما بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: الذي لا يأمن جاره بوائقه، يعني لا يأمن جاره الأشياء المؤذية منه بسوء خلقه بالقول أو بالفعل. وقد ورد في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأتين اللتين صامتا في رمضان وأخذت بالغيبة والنميمة، بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله فيهما، قال: هاتان، يعني المرأتان، صامتا عما أحل الله وأفطرتا على ما حرم الله. يعني إيه؟ يعني صامتا عن الطعام والشراب وهما في غير رمضان حلال، وأفطرتا على ما حرم الله على الغيبة والنميمة وهما حرام في رمضان وفي غير رمضان. لذا فإن الذنوب وإن المعاصي على رأسها سوء الخلق، وإن سوء الخلق يحبط الأعمال الصالحات ويضيع ثواب الحسنات. جزاك الله خير شيخنا. حابين نعرف هل في ذنوب صغيرة وذنوب كبيرة، وهل الذنوب الكبيرة الحسنات لا تغفرها والعكس؟ نعم، هناك ذنوب كبيرة كما قلنا تتعلق إما بالحدود والحقوق. الذنوب التي تتعلق بالحدود لا يتبرأ منها صاحبها إلا بإقامة الحد عليه، كالقصاص في القتل بشروطه إذا عفى أهل الدم أو أقيم عليه القصاص، وكحد الحرابة الذي ذكره القرآن الكريم، وكحد القذف، وكحد الزنا، وكحد السرقة. هذه حدود لا يتنصل الإنسان منها بمجرد الاستغفار، فلها حقوق أخرى. وكذلك السرقة ففيها حقوق آدمية. هذه الذنوب لا تغفر إلا بالتنصل منها أو الاستبراء من صاحبها أو بإتيان ما أوجب الله عز وجل فيها من أمور. هذه سيئات ذنوب كبيرة. أما الذنوب الصغيرة فهي تغفر بمجرد الاستغفار والتوبة منها والرجوع إلى الله تبارك وتعالى. وهذا هو عين قوله تبارك وتعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، يعني الذنوب الصغيرة. عندنا مشكلة كبيرة جدا في المجتمع. نعم. وهي سوء الخلق. نعم. فحضرتك اتكلمت فيها قبل ذلك، محتاجين نبين فيها أكتر لأن دي مشكلة موجودة في مجتمعنا، فحابين ان احنا نوصلها للمشاهدين ونتكلم فيها باستفاضة. نعم سيد الفاضل، قلنا
أن بضدها تتميز الأشياء. بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرجل بحسن خلقه يبلغ درجة الصائم القائم، وعليه فبسوء خلقه يتدنى إلى أدنى الدرجات. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفات المسلم التي يتعفف بها عن الدناية، قال صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالسباب ولا باللعان ولا الفاحش البذيء. والسب واللعن والفحش والبذاءة صفات غير أخلاقية. وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح الذي رواه الإمام مسلم أن سوء الخلق يحبط الأعمال ويضيع الحسنات. قال صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح حينما سأل أصحابه يوما: أتدرون من المفلس؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال صلى الله عليه وسلم: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ولكن يأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك مال هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار. يعني شوف الأخلاق السيئة أودت بصاحبها في الهلاك والدمار من سب وقذف وسوء أخلاق بينها النبي صلى الله عليه وسلم. حسنات درجات يا أستاذنا؟ نعم، حسنات درجات. نعم، قلنا كما أن الجنة درجات فإن الحسنات درجات، فأهل الحسنات يتميزون بصالح أعمالهم كما يتميز أهل الجنان بصالح أماكنهم. فهناك الفردوس الأعلى وهناك درجات في الجنة، فكما أن الجنة درجات فإن الحسنات درجات. قلنا على رأس هذه الحسنات الصلاة التي هي عماد الإسلام، وعلى رأس هذه الحسنات حسن الخلق، وعلى رأس هذه الحسنات الصيام. ولكن كل ما أمر الله به عز وجل فهو مأمور أن نأتي به على سبيل اللزوم، لا نفرق بين شيء وشيء، والمحاسب هو الله تبارك وتعالى. وقد يفرق بين عمل وعمل الإخلاص، فقد يصلي هذا ويصلي هذا ويفرق بينهما الإخلاص في صلاة هذا وصلاة هذا. يعني لو بصلي بمجرد أن أنا بصلي عشان ده صلاة فرض عليا وخلاص، ما بيبقاش في مثلا خشوع في الصلاة، ده ممكن ما يتحسبش. نعم، الصلاة عمل بين العبد وربه، لابد أن يستحضر فيها المسلم عظمة الصلاة، وأنه بين يدي الله تبارك وتعالى، لا ليست حركات يؤديها ولا قيام وقعود. أمثال هؤلاء الذين صلوا وليس في قلوبهم خوف من الله، وليس في قلوبهم ذكر لله، وليس في قلوبهم تعظيم لله، وليس في قلوبهم خشية ومعرفة للصلاة، يندرج عليهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب قائم ليس له من قيامه إلا القيام والقعود. يعني رب مصل ليس له من صلاته إلا أن يقوم ويقعد بلا أجر وبلا ثواب. جزاك الله خيرا. طبعا الوقت مع حضرتك بيخلص بسرعة، ونفسنا طبعا نسمع حاجات مفيدة جدا. في نهاية حلقتنا طبعا عايزين دعاء من حضرتك يكون كويس. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا. اللهم لا تدع لنا في شهرنا هذا ذنبا إلا غفرته،
ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا غائبا إلا رددته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها بفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا الصيام والقيام، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار في هذا الشهر الكريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، وألحقنا بهم على كامل الإيمان والإخلاص والدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في نهاية حلقتنا بنحب نشكر مشاهدينا، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.